نفسك سائر الجلسات، ولكن هذه شويه متغيره بزاف، لان هذه بغات تاخذ واحد المجرى اخر ثاني. هذه كتهضر بان راه هو ما داير حتى شي حاجه، هو السيد مزيان ما كيخاف الله، متقي الله، هادشي ما كاين منه حتى شي حاجه. وراه لي فيديو اللي ليح هو اصلا راه المستوى اللي ليح راه باين، كلشي بنادم راه عارف هذاك اش كان تيدير، فين كان عايش، وشنو مصيره في هذيك الحياه. أزمة نفسية جاتو تقتل، دخل العكاشة، هذا جاتو الأزمة النفسية. ياك هو فيه من 2018 ما الطبيب ما كاينش، العلاج ما كاينش، ما عندهمش فلوس، ما قدروش يديو المراكز العليا عندنا في كازا ديال الإدمان. لا ولو تكون ما عرفت شنو فك كيعالجوك. وسائل حديثة كاين الله، الله اللي غرد عليهم، الله اللي غادي ياخذ لي حقي، والله ما غنسمح لهم. حق المتهمين اخويا، واش انا كنقول لك هما منهم شهدوا، منهم شهدوا فيه، وهي كتقول لك لا هذوك راه بغاو يضلوا العداله. كيفاش بغاو يضلوا العداله؟ كيفاش؟ لا والله هذا الشيء ما بغيت تفهم لي، والله العظيم ما بغاش تفهم لي هذا الشيء. لحد الان ما كنتسائل واش فلوس كدير هادشي كله؟ فلوس ما كديرش هادشي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا 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 حول. أنا قلت لك طيقة فيه وحق الله العظيم، أنا غناخد حقي، غناخد حقي بإذن الله، وغتبرد هاديك الجمرة اللي شاعلة شوية شوية، تبرد هاديك الجمرة بإذن الله.